يا شيخ حفظكم الله، ما رأيك في من يؤخر العقيقة؟ وحتى أن شخصا حكى لي أن عنده 3 أبناء، قال لم أعق لهم حتى الآن وسوف أذبح لهم وأوزعها. وما معنى قول المولود مرهون بعقيقته أو نحو ذلك؟ حفظكم الله رعاه. الصحيح أن العقيقة ليست واجبة وأنها سنة مؤكدة ولا ينبغي الإنسان تركها، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا لم يجد فليستقرض ويخلف الله عليه إنه أحيا سنة. لكن قول الإمام أحمد فليستقرض مقيد بما إذا كان يرجو الوفاء، يرجو الوفاء كإنسان حلت عليه العقيقة وما عنده تراحم لكن يعرف في آخر الشهر سيأتيه الراتب، هذا نقول استقرض واذبح العقيقة في وقتها في اليوم السابع. أما الإنسان الذي لا يرجو الوفاء فلا يستقرض، لأن العقيقة السنة والدين واجب قضاء. أما من أخرها بلا عذر وكان من نيته أن يفعل لكن تهاون، فهذا إن شاء الله يؤجر عليها، لكن أجرها أقل من ذبحها في وقتها وهو اليوم السابع من ولادته. فإذا ولد الإنسان في يوم الأربعاء تكون عقيقة متى؟ يوم الثلاثاء، وهذه قاعدة، في اليوم الذي قبل ولادته تكون العقيقة. إن ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء، إن ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة يوم الاثنين، إن ولد يوم الاثنين فالعقيقة يوم الأحد، وهذا مجرد. أما التوزيع فالأفضل أن يوزعها ويدعو إليها، يوزع البعض على الفقراء وعلى الجيران ويدعو حتى يظهر السنة وتتبين السنة.